ودي الحلقة السابعة من مسلسل بلاك ميسا. كملنا اسبوع يا جماعة، مش مصدق نفسي بصراحة. خلوني يا لودينج. طب كنا نعمل سيف المرة اللي فاتت قبل ما اكمل الفيديو ده، عشان للأمانة يعني انا بكمل عادي تسجيل في نفس اليوم علشان علشان انا خفت ما اعرفش اسجل بكرة، وانا بصراحة مش عايز انسى المسلسل خالص. مش هنسى، انا مستحيل انساه يعني، بس قصدي مش عايز افوت حلقة. انا لسه اصلا ما اعرفش ازاي هنخلصه مع بعض في رمضان، لان لو انتوا تعرفوش يعني رمضان مش هيكمل يا لوب من الاول، لان احنا في رمضان للاسف اسمه ايه ده، الايام بتاعتنا في رمضان مش هتكفي ان احنا نعمل الايام يعني الفضلانه في رمضان، مش هتكفي ان احنا نخلص المسلسل كله اعتقد. فتقريبا ممكن الاجزاء الجايه هتبقى بعد رمضان، ولو كده اصلا لو انا لقيت على اخر يوم رمضان ان انا ما خلصتش، فساعتها هعمل حاجه حلوه هنا، اسجل كله عادي وهكملهم يعني، هقعد اعمل لهم ابلود انا، لان انا ان شاء الله رمضان هيخلص من هنا وانا هسافر من هنا، اروح مصر واروح USA، وكمان هعدي على الاردن، وهتبقى الحياه حلوه يعني. ف بفكر والله اعمل فيديو يعني بلوج يعني وانا هناك، انا في الاماكن. يبا انت مين انت؟ حد دلوقتي اتحط عليه يعني، بمعنى اتحط عليه يعني اتحط عليه طلق مسدس، ده بيؤدي ان هو بيموت. انا اسف. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Okay. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. There's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels and track down whatever is left of the landing team. شكرا يا برنس، انت اسمك ايه بقى؟ You can trust them. You can trust all of us. انت الوحيد اللي ما تعرفش انا مين، فمش فارق معاك انا اصلا همشي ولا اقعد ولا تيجي معايا ولا لا، صح؟ طيب هنا مفيش حاجة بتحصل، هنا مفيش حاجة بتحصل، هنا مفيش حاجة بتحصل، هنا مفيش حاجة بتحصل. هو ده ديناصور ولا ايه؟ Does anyone have a cell phone I could borrow? انت بتكلم مين يا حبيبي؟ انت شكلك على فكرة بتحور ومتعرفش حاجة، بس ما علينا. الله، ايه ده؟ charger empty؟ first aid empty برضه؟ طيب احنا هنسجل هنا. Do you still say there's nothing to chaos theory? انت عايز ايه يا ابني انت؟ هموتك والله. بس ونقدر نقول ان احنا هنا هنبدا الجزء السابع من الحلقه، لاست بيت او لاست بيت زي ما احنا شايفين. مش اوكي، حلو 15%، ودي حاجة جميلة جدا. more puddles.
ايه ده انت ايه ده؟ تيجي نعمل لود معلش. انا من النوع اللي بيحب لما بيجي يعدي حته يتاكد ان هو عداها احسن اداء ممكن يعمله. اللي هو ده طيب. وانت متعمر وانت متعمر وانت متعمر اوكي كله معمر. سكيورتي دور المفروض اتفتح مش عارف يعني سكيورتي دور ده بس ما علينا. كونش ده متسجل هنا كمان. انا من النوع اللي بيحب يسجل برضو كتير جدا في الجيم عشان ما يقعدش يعيد كتير. تعب هنا يا امه. انا لسه هعمل ريندرنج للفيديو الاولاني وبعد كده هعمله ابلود بعد كده هعمل ريندرنج للفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده بعد كده هعمله ابلود واسيبه احتياطيا بعدين اشوف هسجل الحلقه الثامنه امتى. ودي من الحاجات اللي كنت عايز اتكلم فيها قبل كده عامه بس ما بحبش ازعل الناس بس في ناس كتير قوي بتتوقع مني حاجات. اوه انا فاكر البتاعه دي انا قلت برضه ماشي. دي من اكتر ذكريات اللي انا فاكرها في حياتي في حياتي في حياتي يعني هي البتاعه دي. وانا ازاي وقعت من البتاعة دي؟ لو دوست الفيس بقى مش هيزوني عامة على فكرة انا ماشي بسرعة كده. خلي الجان شيلدز والحاجات دي لبعدين لان هو مش هيعملوا لي حاجه غير لو تقريبا وقع قدامي يعني بس حاجه ده شت. الحمد لله. طيب في صوت ايوه سامعين الصوت الكليكنج ده من الاصوات برضو اللي معلمه معايا من صغري. شيت 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 لا 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 حماده حماده حماده. انا عامل زي الكلاب لما في عارفين لما الكلب يقع في الميه ويقعد يفرفر قصدي قطه يعني هو كان نفس ما انا قلت على نفسي كلب دلوقتي مين اعرف اللي انا فيه. هنعمل لود تاني. ليه هنعمل لود تاني؟ ايه ده؟ ايه المكان اللي عملت فيه سيف ده؟ انا فعلا عملت سيف هنا؟ وعشان لو انا حاسس ان انا مش محاط ب نيوكليير ويست كفايه دخلت جوه البرميل بتاع نيوكليير ويست. انا ازاي بنط النطه دي؟ انا ما كنتش بعرف انط. انا بكره نفسي اهو يا جماعه بجد بكره نفسي بطريقه غير عاديه. ليه بقى؟
مخافة دلوقتي ليه؟ لان انا حضراتكم المفروض امشي هنا، بس بما اني ساذج او بما اني مستعجل ومش فاكر ان هاف لايف دي مش لعبة دايركتيف زي اي لعبة من اللعب التافهة اللي بيسموها دلوقتي فيرست بيرسون شوترز الحالية. شيت فراكشر ايه بس ده انا اتبهدلت. اوكي انا وعد مني مش هلعب اللعبه دي تاني وانا مش مركز، عشان انتوا ما تستاهلوش كده، ما تستاهلوش الاداء الرديء ده. ماشي بس ثابت، مش حد هنا ولا هنا. شيت نطلع من فوق، معانا 8 طلقات. ايه راح ايه حكاية رقم 8 يا مان؟ 8 طلقات 8 هيلث. ايوه ما بعرف احسن ما مفيش يعني. ماشي وبعدين هنا بقى عايزين. اوبا انا نسيت ان وحوش دي برضه بتنزل. ادي واحد وادي التاني. ماشي دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ ننزل هنا نجري كده لغاية الآخر، نفتح الصندوق ده نشوف فيه ايه، نكتشف ان مفيش حاجة. نلف نختار الريفولفر ليه؟ عشان يبقى معانا سلاح ممكن يضرب من بعيد اي حاجة بتحاول تتربص بينا. يلا يلا يا زوزو يلا يا عسل. في لعبة اسمها كلير برضه انا عايز العبها، مش عارف العبها امتى بصراحة. المفروض انها لعبة رعب سايد سكرولر، او هي سايد سكرولر. شت قولينا انا سيفت، قولينا انا سايف من بدري، قولينا انا سايف قصدي قريب اوي. لا 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 انا وحش يعني، وحش جدا النهارده. لو حد بيتفرج على القناه لاول مره ما يعرفش انا عاده ببقى عامل ازاي في الجيمز، انا بعتذر، انا بعتذر ان ده صدقوني اسوأ حاجه ممكن تعمل ان انتوا تسجلوا وتقعدوا تتكلموا وترغوا وانتوا صايمين، بالذات لو انتوا مش هتلاقوا حاجه بعد كده تشغلوا نفسكم بيها. انا قصدي كده ان انا اجازه النهارده، ف مفيش حاجة أعملها خالص. غير طبعا أنا ألعب جيمز يعني، بس أوكي احنا ممكن نسجل أول ما نوصل. ماشي وبعد كده نروح هنا. طيب ماشي ها
لازم يعني اموت، انا بفكر في ايه اصلا. فين بقى اللي كان على الشمال؟ أنا سامع صوت أصوات يعني منهم تاني. ماشي أعتقد ده آخرهم. شوفوا خلصت عليهم كام طلقة؟ شوف برجعوا للفيديو شوفوا خلصت عليهم كام طلقة. كان تقريبا معايا كان معايا فول أمو عامة أعتقد يعني. دلوقتي معايا كليب فيه 15. بص بقى التافهين دول بقى اللي جايين يزيتوا، عارفين العيال اللي بيجوا الحفله مثلا حفله عيد ميلاد ولا راس سنه ولا ايا كانت محدش بيحبهم خالص كده، ويبقوا جايين يعني انت مجبر تقف معاهم، هم دول هم الصراصير دي. ماشي قولي بقى ان هو برضو يعني خلص. ها طب احنا نعمل سيف هنا. ايه ده اللي تعادت دي؟ انا هموتك ليه اصلا؟ وجع دماغي ليه؟ لو ما وصلك هموتك بالشوت جان من هناك. ايه ده؟ هو تقريبا كان عايز يمشي وانا تقريبا كان عايز يطلع من هنا وانا عطلته اصلا. اعتقد انا المفروض اتزن. ادائك فيك واوفر قوي يعني. ما علينا خلينا. اهي لحظه زي دي كانت تبقى حلوه في فيس كام بصراحه. Load charge, detonate charge. أنا مش فاكر كنا المفروض بنعمل إيه. طيب لحظة معلش. هنخش هنا دلوقتي. نعمل كده. طبعا الراجل ده اسمع يقول لي ايه. ماشي اوكي. معاك وايه بعدين؟ قول لي دوري انا. انا فاكر الكلام ده. بس تمام متنا. هي لا لا انا فاكر فاكر الكلام ده كويس. بس انا بس هي تقعد تحاول تنزل مستوايا.
يا ربي. دايم انا المفروض استناهم الاول ينزل عند الراجل تحت. ماشي مكان زي تحت اجري كده مكان زي تحت تاني بعد كده اجري كده بعد كده انزل تحت تاني بسرعة. لا تحت تحت بعد كده اجي هنا بس كده انا عملت اول حاجه المفروض يعني بعدها انا مش فاكر المفروض اعمل ايه. هل كان المفروض انط الحته دي شت بس عامة ممكن اعدي الحته اللي فاتت دي من غير اي ما تاذي خالص اعتقد بس عايز اركز بس. ماشي كده مش كده ماشي احنا هنعمل سيف هنا سيف عادي مش كويك سيف هنحاول ننط نطة. اوبا مش كانوا بيكسروا الحيطة ايه انت بتعمل ايه هنا خلينا نحسب الشوتجن احتياطين فعلا 15 ليه يعني ماشي ما علينا مثلا مرة حصلت لي زمان ايه ان انا عملت سيف في مكان غلط خالص كان المكان ده عبارة عن ايه عملت سيف من غير ما اقصد وحد بيقتلني انا فاكر الحوار ده زمان. ايه ده انتوا كنتوا نايمين لا 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 ده غلط على فكرة احنا المفروض هنا ايوه طبعا عندي فكرة احسن ايه ده ايه اللي حصل ده والله يعني فكرتي الاحسن ما كانتش كويسه خالص موتو صح ريكومنت اوكي ما فيش حاجه هنا ولا هنا ايوه ايوه ماتش نيدد شكرا شكرا كله كله بالهنا والشفا يلا بسرعة وبعدين آش ولو بصينا هناك هنلاقي ديناصور بيتغذى على بني آدم فهنرميله دي ونعمل كده ونموته ومات الديناصور المسكين وانقرض ناخد دول ناخد شوتجن شيلد ونموت دول نتأكد ان هم ميتين ايه ده انا لو قصدي ان انا خليني نفكر ندي ده ده وندي ده ده نقف هنا ونبص تحت لان مفيش حاجه تحت هنا ناخد دي نديها لده
هاخد دي. لا نيجي هنا نشوف الباب ما بيعملش حاجة. نيجي هنا نحاول نشوف اي حاجة تعمل، مفيش حاجة برضو. ناخد البرميلة ندي لدي ليه دينال دي. لا بجد ليه دينال دي عشان ما اعرفش. نزل الاسانسير. اوكي يا باي. سوري. طيب نعمل كده وبعد كده نجري هنا. نعمل دي هنا. شت. اسمع ما كم كنت ميكي باك. غريبة ولا يعني مش بطال. ما اعرفش ازاي اصلا انا ما اتأثرتش بقوة من ال بتاع ده من ال ديتوميتد ثينجي. الحمد لله الحمد لله. ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ طيب ده مش كويس. يا نهار اسود ومنيل. 5% شفت عامل حصل لي؟ يا ده انا لسه واقع قدامك في توكسيك ويست. ماشي خليك كده ندل. وبعدين ده الباب هيقفل عليا. حلو جدا. سيف هنا. الجزء ده قرب يخلص. احنا بس هنروح نشوف ال ايه ده. مين ده؟ هنعمل لود هنا تاني. هو انا ليه في جمجمة جنب راسي جنب وشي؟ هو جه منين ده؟ شفتك شفتك يا خبيث. شفت زميلك برضه خبيث. شفت انا بجري على السلم. نسيب هنا عشان لو وقعنا. بما اني وقيع في اللعبه دي بفضل افكر يا ترى انا ليه بطفو. يو ديناصور. ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ ماشي هو في ايه فوق؟ في بتاع تاني صح؟ هو المفروض اخدهم واحدة واحدة؟ اوكي تمام. ميرسي. انت يعني اطيب واحد ميت شفته في حياتي.
ادي كده اول جنريتور نقفل الباب دوت. بنروح هنا. هو ما ينفعش انا اعمله ده. ماشي. بعدين انا عايز اشيل ده المية هنا. لا اشيل الجثة دي المية. اهو. اه اوكي مش محتاج اعتقد. طيب احنا هنعمل سيف هنا احتياطي. بحب اعمل انا سيف. اوه ده نوت ريدي مش عارف ليه نوت ريدي بس اوبا. ايه ده عدى نص ساعة يعني الجزء ده خلص خلاص شيت. نزود 5 زي ما عندنا. نزود 5 زي ما عندنا نشوف بس المفروض نعمل ايه. اوكي طيب وبعدين ده في اوضه تانية هناك. I didn't notice خالص. حد جوا بياكل حاجه برضو؟ لا. All clear. نقفل الباب الاول علينا. مشغل. This is my hiding spot. I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. دي شركة الناس اللي جايبة ورا. مش هروح أنا حتة. أنا السنة بتاعتي تخلص. مش عايز أموت. أنا هي مش بتموت ولا إيه عشان الناس. طيب ده ريدي. اوكي شغلت لكم الجنريتور يا جماعة. اعمل ايه تاني؟ ريدي. اوكي نشوف لو محتاجين نرجع تاني من مكان ما جينا. جميل جميل جدا. طبعا الراجل ده بيموت ومتبهدل وحتى بالبلا. ادائي بطيء جدا انا عارف. انا بعترف يعني. Excellent. Someone has restored all power. Someone, We'll have the engine up again in no time. ماشي يا عم. ابسط. ما افتكرت السلم بيخلص عامة. مش عارف ليه. مش عارف ليه أصلا قلت معلومة زي دي. الحمد لله. ده ميت ها؟ ولا انتوا ماشي سايب هنا. خش من هنا. اوبا انت بتعمل ايه هنا؟ نرجع تاني. طب ايه رايكم نخلي الحلقه دي الحلقه اللي احنا نفشخ فيها الكائن اللولبي؟ كده معيش اي امينيشن يحترم. شت ماشي. بدنا ندخل هنا. نعمل كده. نجهز. مفيش حاجة نحتاج نجهز. هو ده. نعمل سيف هنا. نط نط الفشيخة اللي احنا مش عارف نطها. عاملين لود بسرعة. بعدين نجري ونط نط نط. بعدين نفتح بس قصدي
كده كده هلعنا تقريبا لازم اطلع فوق. مش عارف ليه بعمل كده. عارفين النظام اللي بيضربني هضربه يعني اللي هي العيال الصغيرة دي. عامة لا انا عندي فكرة احسن بما اني فعلا مش زي ما انتم شايفين مش مركز خالص مع ان انا اتحمست جدا ان انا اخلص لكم الحتة دي. بس احنا هنقفل هنا شكلنا وهنكمل في الفيديو اللي بعديه. فاستنوا انا عايز اعمل البراميل دي بعيد مش عارف ايه. فاحنا المفروض هنقفل في مكان ما هنا ونكمل في الفيديو بعده. فاحنا هنجرب حاجة. هنجرب نعمل جارية. الجارية دي هتبقى ليه؟ هتبقى شايفين السلم اللي هناك ده؟ انا بسيب هنا وهنجرب نجري السلم اللي هناك ده عشان حاجات كده كده هناك. بعدين بعد ما نجري من كده نلف هنا شيت عمي كده الحمد لله. طيب احنا هنحاول هنعمل سيف هنا يعني كده بما ان احنا عندنا بس يعني 1% يتيمة مش هتعمل لنا حاجة. وهنشوف عرفنا نطلع في حتة هنكملها 40 دقيقة. طيب دي من العلامات اللي تقول لنا ان طالما بيستي مات من فرخة كفاية على الجزء ده. فانا اشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله بكرة. فاشوفكم الفيديو الجاي وسلام.